بسم الله، عرضنا الحمد لله الصور بالشكلين من داتابيز او من الفايلز، ما عندناش اي مشكله. عايزين بس بقى نبدا نجهز الشغل، فهخش على جيت بوت ستراب، اخش على الدوكيومنتيشن، وهخش على الكومبوننتس، وهجيب الناف بار. بس عايز اعمل ناف بار كده وايكونز ويعني مينيو وكلام زي كده، بحيث ان احنا نبدا نحط مينيوز عشان اقدر اضيف الكاستمرز. خد مثلا دي حلوه، دي ماشي بالسيرش بتاعها بكله زي ما هي كده حلوه. خد منها كوبي وهنحطها عندنا في الصفحه ونعدل ما يلزم فيها. فاروح كده على تحت البادي على طول، ماشي، يعني ناخدها كلها تحت البادي على طول قبل الكونتينر، ومتعامل بيست للناف، ماشي. حط لي طبعا ايه ال HTML كله. لو انا رجعت للموقع بتاعه عملت ريفريش او من غير ريفريش، الناف والهوم واللينك والدروب داون ومش عارف ايه والسيرش، والدنيا تمام جدا. بقى عندنا ناف بار في الموقع عشان نقدر نعمل بقى منه الحركه بتاعتنا وكده. طيب لو رجعنا كده في البوت ستراب، الحته دي اللي كانت عامله فيها النافا، اللي هي كانت عامله الدروب داون، لما بختار مثلا حاجه بيطلع لي منيو اختار منها حاجات تانية، ودي بالنسبه لي هشتغل عليها كتير. فايوه اللي هي الدروب داون دي، فناخد كده على طول. بس احنا عشان مش شغاله لان احنا مش منديين على البوت ستراب، بس الجافا سكريبت بتاعت البوت ستراب. فهنعمل ايه؟ ناخد كده من اي سكريبت من الموجودين دول، ايوه، عشان ناخد بس ان هو تكست على جافا سكريبت وكلام زي كده بتاع الجي كويري، واغير بس ان انا اشاور كمان على عشان الحته بتاعت ان هو يدوس يفتح وقايمه وكلام من ده خاصه بالايه؟ بالبوت ستراب دوت مينيمم دوت جي اس، مش السي اس اس. فانا كده سيفت، تمام، كله تمام. تعال نعمل بقى ريفريش، تعال نفتح بقى الايه الدروب داون. فما فتحتش برده معانا. طيب ليه ما فتحتش معانا؟ لان كده معناها ان ملف البوت ستراب بيستغل مثلا الجي كويري، فاحنا محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ نخلي بس الجي اس بتاع البوت ستراب تحت، تمام. ناخد الايه الجي اس بتاع البوت ستراب نخليه اخر واحد يعني. طيب نعمل بيست كده، حطيناه تحت. تعالى بقى كده معايا نعمل ريفريش، ماشي، دروب داون شغاله زي الفل، حلو جدا. بقى عندي كده الايه المنيو اهي، ما فيهاش اي مشكله والدنيا معايا شغاله تمام. وادي المنيو شكلها في الموبايل وبتتقفل والكلام ده كله، وادي شكلها لما تيجي بتعرض ايتمز داخليه كده، تمام جدا كده. الناف بار بتاعتي شغاله على الموبايل وعلى الويب. طبعا الريسبونسيف بتاعت البوت ستراب احنا ما عملناش حاجه. حلو، عايزين بقى نغير بقى المنيو دي بحيث تبقى فيها الحاجات بتاعتنا. ارجع بقى لل HTML المكتوب الاصلي وغير ما يلزم. اول حاجه ناف بار ده اسم الموقع، تقول لا ممكن نسميه بنك او في بنك مثلا، فيرتشوال بنك ولا حاجه كاسم يعني. طيب وبعد كده عندنا ايه؟ طبعا غيرت اهي. طيب المنيو بقى نبدا فيها، عندنا بقى الهوم وعندنا ده هنا عامل ناف بار لايت، لو انا عايزها مثلا بلو، ناف بار داش بلو او بي جي بلو، لا مش هينفع بلو دي شكلها سيء يعني، عملت بقى ابيض والكلام كله ازرق. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل الناف بار، مفيش لا هو لايت يا دارك، لا المفترض لايت يا دارك، فانا هخليها بس ايه دارك، لا بلو، لا غيرها دارك بس. ونخلي بقى البي جي ماشي زي ما احنا عايزين، مثلا نخليها برايمري عشان تدينا ازرق. فخليت الناف بار دارك على ايه؟ على ازرق مثلا، ادانا اللون اللي مش حلو قوي ده. المهم انا سيبك انت ايه، ظبط انت الالوان اللي تعجبك مفيش مشكله، بس يمكن عشان الكلام بس مش واضح فاللون مش مدي الكلام وضوح، فهو ده اللي مضايقني. ممكن نخليه مثلا نحسن منه شويه، بس مش مشكلتنا دلوقتي. خلينا بس نرص المنيو بتاعتنا ما بين الاكتف والان اكتف. فدي عندي لينك، اللينك دي اللي هي مش متداس عليها، فخليها كانتري او كانتريز، اللي هي الايه الكانتريز. والدروب داون دي مثلا خليها اللي هي وليكن الكاستمرز مثلا، اكتب كاستمرز بدل الدروب داون. فالكاستمرز تمام، احنا كده بنحول المنيو الموجوده الى الحاجات بتاعتنا. فانا في الكاستمرز لما ادوس عليها تطلع لي المنيو، عايز مثلا اد نيو كاستمر، اد كاستمر، وعايز مثلا حاجه بتعرض لي بيانات الكاستمرز اللي موجودين عندي، فاسمها مثلا او مانج كاستمرز داتا مثلا، يعني اداره بيانات العملاء. هتعرض لي بقى جريد بقى بالايديت بالديليت بالكلام ده كله، تمام. اما بالنسبه للديفايدر اللي هو الخط سيبه زي ما هو، وهعمل مثلا تحت حاجه اسمها ستاتستكس، ستاتستكس عشان اعرض احصائيات. ف
فهنعمل ريفرش كده، افتح ادي عندي اد كاستمر، عندي مانج كاستمرز داتا، وعندي ستاتستكس، نبقى نظبط فيها شويه حاجات احصائيه وكلام زي كده. كمان جميل، انا عايز اختها بالظبط عند الكانتريز، اعمل ايه؟ اخد كده الكوبي منها كلها على بعضها، يعني الديفايه اللي فيها اللينكس الداخليه مع الايه، مع اللي هي مع اللينك بتاع الكاستمرز، خدت منها كوبي واحطها قبليها بدل الايه، بدل اللي كان موجود بتاع الكانتريز عشان احط فيها نفس الكلام بالظبط، بس بدل الكاستمرز اخليها كانتريز، واد بدل اد كاستمر اخليها اد كانتري مثلا، وبدل مانج كاستمرز داتا نخليها مانج كانتريز داتا، وستاتستكس سيبها زي ما هي. بقى عندي ادي شكل المنيو هنا اهو بتفتح بالمنظر ده، وعندي ادي الكاستمرز بتفتح بالشكل ده عشان ابدا اتنقل بس في البروجكت بتاعي، والهوم هي الصفحه اللي انا موجود فيها، وادي السيرش وكده ايه المنيو بتاعتي بدات اكونها. انا محتاج اعمل ايه؟ اعمل ان انا لما ادوس مثلا على اد اد كانتري او اد كاستمر يطلع لي بوب اب كده فيها البيانات اللي انا عايزها ايه، بحيث ان انا اضيف البيانات بتاعتي واسيب. احنا غيرنا اللايت ماشي عشان يبقى الكلام غامق شويه، مفيش مشكله. طب انا هروح على البوتستراب، هروح على احنا محتاجين موديل، الموديل ده اللي هو البوب اب او الديالوج اللي بيظهر لي. الديالوج ده بيبقى زي ما احنا شايفين كده قدامنا اهو، ده منظر في واحد لما بيدوس على زرار بيظهر زي ده مثلا، وفي كذا حاجه. انا قلت له ماشي خلينا في اللي هو بيدوس على الزرار يظهر ده، هاخد كل الكوب بتاع البوب اب او الموديل وهخلي بقى الزرار هو يفتحه. فانا هاجي في الاخر خالص تحت خالص، حتى بعد الكونتينر الديفاك كونتينر يعني، وقبل وقبل الشغل بتاع جافا سكريبت، حطيت الايه الموديل ده، الديفاي بتاعت الموديل دي كان اسمها اكزامبل موديل. لا قلت له لا مش هنسميها اكزامبل، انا هغير اسمها اخليها فور اكزامبل مثلا، نسميها كاستمرز مثلا او اد كانتري. خلينا في الاول في الكانتري، اد كانتري موديل، وتحت اد كانتري موديل ما عندناش مشكله، ده الاي دي بتاع الايه الموديل ذات نفسه، وده الايه التايتل، وغيرت التايتل خليته اد نيو كانتري، ده التايتل بتاع الموديل. الموديل ليه تايتل وليه فوتر وليه بادي، خلاص. طيب الكود بقى اللي بيرن لي بيفتح لي الموديل ده اللي هو ايه زي ما احنا شايفين كده، اللي هو الداتا تارجت والداتا اللي هي الموديل بتاعنا اللي هي فهاخد منها كوبي، دي اللي هيكتب في الزرار اللي هيفير الموديل ده. فقوم جاي هنا اهو عند اد كانتري، قمت حاطط ان ايه الداتا تارجت، هسمي اسمه بقى، الاسم اللي سميته تحت اللي هو اد كانتري، والداتا توجل طبعا شغال على موديل اهو، ارجع بس اجيب اسمه عشان اتاكد اسمه صح، اد كانتري موديل، وهنا هسميه اد كانتري موديل. فكده هو خلاص هو عارف ان هو موديل، وعارف ان هو هيفاير الايه الحته دي او الموديل ده. تعال ندوس على اد كانتري موديل، زي ما احنا شايفين ادي اي ظهر الاد نيو كانتري، طبعا البادي فاضي وزرار الكلوز والسيف تشينجز مظبوط تمام، كانسل مفيش مشكله عندنا كله تمام. عايزين بقى نفس الكلام يحصل في الاد كاستمر، بس هيبقى موديل تاني لان هيبقى فيه داتا بتاعت الكاستمرز مختلفه، مفيش مشكله. ممكن ناخد كوبي على طول من الموديل او الديفايه بتاعتنا بتاعت الكانتري اللي لسه عاملينها، ونعمل منها بيست تاني ونغير ما يلزم، بحيث ان هي تبقى اد ايه بدل اد كانتري موديل هنخليها ايه اد كاستمر موديل. ناخد منه كوبي اليو ار ال النيم، اسف الاي دي، واحطه تحت هو وبدل اد نيو كانتري هسميها مثلا اد نيو كاستمر، واروح بقى في الايه في الزرار اللي هو بتاع اد نيو كاستمر دوت اللي هو كان في المنيو في النافبار، زي ما حطينا فوق اللي هو الداتا توجل كان موديل والداتا تارجت اديله الاي دي بتاع الموديل اللي انا عايزه يفتحه، هاخدها زي ما هي بالظبط بس هحطها مع الاد كاستمر، واغير بس اسم الموديل بتاعي، بدل ما كان بيفتح اد كانتري موديل هيفتح الايه الاد كاستمر موديل. تعال بقى نعمل كده ريفريش على طول، اد كانتري موديل فتح لي حاجه اسمها الهيدر بتاعها اد نيو كانتري. تعال على الكاستمرز اد نيو كاستمر طلع لي اد نيو كاستمر والموديل بتاعها كده. خلاص بقى عندنا مثلا الاد نيو هنا والاد نيو هنا، نشوف بقى ان شاء الله ازاي نبني الفورم ونستخدمها في الفيديو اللي جاي.